وللحديث أكثر حول هذا اللقاء وأيضا حول ملف مكافحة الفساد في ليبيا استقبل الدكتور أنس بعيرة مدير مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي. دكتور أنس السلام عليكم. أهلا وسهلا. مرحبتين بك دكتور، نورتنا في حلقة اليوم من برنامج موطني. دعنا دكتور نبدأ من عنوان المحاضرة وهو كيف نكافح الفساد مستقبلا في ليبيا. قد يتساءل البعض عندما يستمع لهذا العنوان ويقول أما الأولى أن ننظم محاضرات أو لقاءات حتى لمعرفة القضاء على الفساد في الوقت الحالي المستشري في المجتمع الليبي؟ نعم، شكرا جزيلا لك على الاستضافة المرة الأولى التي تظهر فيها في هذه القناة الكريمة. أحييكم كادر بالكامل، أحييك شخصيا. موضوع مكافحة الفساد طبعا يتعلق أو يتصل مباشرة بما تطرقتم إليه في تقريركم التقديمي. نعم. أي أننا يجب أن نخرج من دائرة تعريف الفساد، تشخيص الفساد، والحديث عن الجوانب المختلفة المتعلقة بهذه الظاهرة، مؤشراتها، مخرجاتها، ونبدأ في الحديث عن مكافحة الفساد، combating corruption، أي قياس مدى قدرة الدولة أو إحداث الآليات التي تمكن الدولة من الحد من كافة الجوانب التي تجسد هذه المشكلة أو هذه الآفة. كما تفضلت أنت قبل قليل، الفساد يتخذ أشكالا متعددة، هناك الفساد الإداري، وهناك الفساد الاقتصادي، وهناك استغلال السلطة لتحقيق المنفعة العامة، وهناك العديد من المشكلات الفرعية المرتبطة. هناك أيضا الفساد المؤسسي، هذا مفهوم خطير جدا جدا، وهو استغلال اللوائح والتدابير التنظيمية من أجل الحصول على المخرجات والظواهر السلبية التي تحدثت عنها سابقا، مثل تحقيق المنافع الشخصية، التربح من المال العام وما إلى ذلك. فالفساد المؤسس، نعم، corruption، هذا يعتبر من أخطر أنواع الفساد نظرا فيما بعد شكل الجريمة المنظمة التي تكون السيطرة عليها في منتهى الصعوبة. لكن عودة فقط بشكل مختصر إلى العنوان الذي تساءلت عنه بداية، هو طبعا كيف نكافح الفساد. نحن اقترحنا في اليوم العالمي اللي هو نظمته الأمم المتحدة، أو برنامج الأمم المتحدة المائي تحت عنوان التعافي تحت راية النزاهة، تحدثنا عن أن الفساد يجب أن يتخذ مدخلا، هو مدخل الإصلاح المؤسسي institutional reform، أي أن الإصلاح المؤسسي هذا المدخل الحديث بالذات في البلدان النامية ينظر إلى عدة جوانب، هي 6 جوانب بالتحديد، تم بأدوات التغيير المؤسسي لو تم التركيز عليها من الدولة من الممكن أن تحاصر غول الفساد أو مرض الفساد، كما يحاصر الطبيب تماما أعراض المرض في سبيل القضاء عليه والحد. نعم. اليوم دكتور أنس لو تحدثنا أيضا عن جزئية مهمة تابعتها خلال هذه المحاضرة، الحديث عن من أسباب الفساد أيضا كثرة الأجهزة المهتمة بمكافحة الفساد. ما صحة هذا التصريح، وهل صحيح اليوم في ليبيا لدينا العديد من الأجهزة التي تكافح الفساد، ولماذا لا تكون هذه الأجهزة جميعها تحت جهاز واحد تعطى له الصلاحيات والميزانيات اللازمة والمناسبة؟ شكرا لك أستاذ، هذا السؤال مهم جدا حقيقة. أنت تتحدث عن ما نسميه نحن في العلوم السياسية وعلوم الإدارة الحكومية بخصائص النظام السياسي والإداري والاقتصادي. نعم. ليبيا إحدى السمات المميزة أو الخصائص المميزة لنظامها السياسي والإداري هي ظاهرة عدم الاستقرار الإداري والتنظيمي، regulatory and structural changes. نعم. وهذه ظاهرة معروفة في ليبيا منذ أيام العهد السابق الجماهيرية، وامتدت كالوراثة، امتدت إلى النظام السياسي الحالي. ليبيا بها تعدد كبير في التشريعات، فيها تضارب، فيها تناقض، فيها عدم تناسق، عدم اتساق. هذا التضارب التشريعي أو التناقض التشريعي امتد حتى إلى تدابير مكافحة الفساد أو محاولة التحدي منه. والتشريعات هي دائما منبع المؤسسات، يعني التشريع أو القرار أو اللائحة، قانون أو القرار أو اللائحة هو الذي ينشئ المؤسسة أو الآلية،
التي تريد أن تنفذ بها سياسة عامة معينة. ولذلك سؤالك في محله، نعم تعددت التشريعات، تصادمت، تناقضت. يعني في الثمانينات عندنا عدد كبير من التشريعات، عندنا تجريم المحسوبية، عندنا من أين لك هذا، عندنا قانون الجرائم الاقتصادية، عندنا قانون التطهير، عندنا قانون إنشاء محكمة الشعب. وبعدين جاتك الفترة طبعا كل هذه التشريعات رتبت آليات ورتبت مؤسسات حاولت أن تكافح الفساد. جاءت بعد ذلك المرحلة الانتقالية التي ورثت هذه الخاصية، خاصية عدم الاستقرار التنظيمي، وانتقلنا إلى مزيد من استحداث التشريعات ومزيد من الهيئات التي أصبحت حتى متصادمة ومتعارضة فيما بينها. يعني أصبح حتى conflict of institutions قام عندنا بعد المرحلة الانتقالية. في فترة من الفترات أعتقد 2014 و2015 تنازعت هيئتان، من منهما هي الشرعية نعم. ما يتعلق أيضا القوانين نفسها، التشريعات اللي هي منبع المؤسسات فيها مشكلة، فيها مشكلة حقيقية. يعني قانون 63 بشأن لسنة 2012 بشأن إنشاء هيئة مكافحة الفساد عدل فيما بعد إلى القانون 11 لسنة 2014. طبعا يعني هو نادى بوجود استراتيجية للفساد، لكن كيف تفضلت حضرتك يعني نعم. الكيوس أو الفوضى الإدارية التي تعاني منها الدولة الليبية هي التي أدت إلى أن لا تتسم هذه الأجهزة بالفعالية والكفاءة في عملها. وممكن أن نستفيض في الحديث عن أدوات التغيير المؤقت بما تتفضل بطرحه من حسب. مشكورا. يعني تمام. اليوم دكتور أنس، وفي ملاحظة أخيرة، يعني أهمية هذه المحاضرات وأهمية هذه الندوات في هذه المرحلة، ما الذي يتم السعي وراءه في هذه المحاضرات وخاصة التي تتعلق بالفساد؟ أتحدث هنا على المستوى الشخصي عن الدكتور أنس، ما الذي دائما يحاول إيصاله في مثل هذه المحاضرات والهدف منها أيضا؟ الذي نحاول إيصاله هو أننا أن الحديث عن مرض الفساد والحديث عن مكافحته يجب أن لا يمثل أو يجسد طرفا فكريا ونظريا مستقلا، وإنما يجب أن ينتقل إلى واقع التطبيق العملي. وهدفي شخصيا وهدف الكثير من هم معي في مثل هذه الجهود هو أن نحاول تنظيم وترتيب التفكير الحصيلة الأكاديمية التي حصلنا عليها من خلال تجارب العديد من الدول الناجحة في مكافحة هذه الظاهرة. في دول كانت أكثر من ليبيا في قتامة ظاهر الفساد، ولكن هذه القتامة تبددت بالتدريج عن طريق العمل المؤسسي وتحولت إلى صورة ناصعة فيما بعد عندما حورب الفساد. لم يحارب بشكل جنائي فقط، وإنما اتخذ زي ما قلت لك زي الطبيب ما يحاصر المرض بعدة وصفات، فهي قدمت على العديد من الوصفات التي حاصرت هذه الظاهرة واستحدثت الآلية المناسبة التي بالإمكانها أن تنسق وتجمع بين هذه الوصفات. كان هناك حشد للمجتمع المدني كما فعلت سنغافورة، وكان هناك استحداث لبعض الآليات الضبطية كما فعلت أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، عندما أحدثت آلية حجب الملاذ الآمن. كان هناك أيضا تحسين على الخدمة المدنية الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا الأردن تجربة جيدة. الأردن الآن تصدر تقريبا بلدان العربية. كان هناك التزام حكومي من أعلى المستويات السيادية، أعتقد ملك المملكة الأردنية الهاشمية أخذ على عاتقه محاربة هذه الظاهرة. فعندما يكون هناك ما يعرف وعملية التنسيق المؤسسي طبعا اللي تتكلم عليه، ما تعرف بالgovernment commitment، أيوة، أو government commitment، يعني عندما يكون هناك أو political commitment، عندما يكون هناك رأس الدولة أو أعلى المستويات السياسية والإدارية والحكومية تظهر التزامها بمكافحة الفساد. نعم. التنسيق اللي تفضلت به حضرتك الآن، تصبح هناك ما يعرف بالبوليتيكال اوردر، نعم، تصدر الأوامر لبقية الأجهزة بشكل موحد بشكل منسق. أنت في التعليم، أنت في تحسين الخدمة المدنية، أنت في السياسات المالية، أنت في التشريعات، أنت في الاستقرار السياسي ومنع العنف، أنت في فعالية السياسات العامة.
هذا الميكستشر او الخلطه تعطينا بالتالي ما يعرف بالتنسيق المؤسسي المنشود والذي نامل ان يكون نعم آلي. اخيرا في هدفي، انا تفضل. اقترحت انشا في يوم من الايام في بلادنا ما يعرف بالناشونال اوبزرفاتوري، اي المراقبه الوطنيه العليا لمكافحه الفساد. وبلاش نسموها مكافحه الفساد، نسميها المراقبه الوطنيه العليا. ما الفرق بينه وبين هيئه مكافحه الفساد هنا؟ هيئه مكافحه الفساد، نعم، لو تشوف حتى مثلا المواد اللي فيها تتحدث مثلا الماده 6 في فقرتها الثانيه تتحدث عن استراتيجيه لمكافحه الفساد، تتحدث هذا ان جنرال، يعني تتحدث بشكل عام، نعم، ولكنها لا تعطيك تفصيلات تنفيذيه. انت تحتاج الى نخبه او كادر يكون عنده درايه بالاصلاح المؤسسي. الفساد لا يحارب بشكل جنائي فقط، وانما عن طريق التحسين فيما يعرف بادوات التحليل، في ادوات التغيير المؤسسي institutional change. لازم تحسن في الخدمه المدنيه، تحسن في التعليم، لازم تحسن في التشريعات الاقتصاديه، لازم تحسن في السياسات العامه، التنسيق القطاعي، لانك انت عندك قوه عامله، عندك الماليه، عندك التعليم، عندك الاعلام والتوعيه. هذه امور تحتاج بصراحه تحتاج الى رجال، وتحتاج الى ناس عندهم درايه بالبابليك بوليسي والجود governance، السياسات العامه، ولديهم قدره حقيقيه على النظر الى هذه الامور. ايضا الخبره الدوليه، يجب ان نلجا الى الخبره الدوليه. احنا لن نعيد اكتشاف الكهرباء من جديد في ليبيا. هناك العديد من الدول اللي سبقتنا في تجارب، في لترتشر، في ادب تناول هذا الموضوع. يجب ان نلجا اليه ونحاول، وربي ان شاء الله ييسر الامور ان شاء الله يا رب كما نريد. وانا هنا اشدد ايضا على ما يعرف بالبوليسي فورمز او منتديات السياسه العامه. يجب ان تنشا منتديات السياسه العامه لكي تجسر الهوه ما بين القانونيين والإداريين في الدولة، وما بين منظمات المجتمع المدني وعموم المجتمع. نعم. لأن الناس لو تشوف حضرتك وافتراض صلاة بنغازي وأي مدينة ليبيا يتأن من هذا الموضوع، دائما تتحدث عن مظاهر العوز ومظاهر الحرمان ومظاهر التبكيد. نعم. أنا عندي سؤال دكتور أنس، أنا نبي نكسب الوقت في آخر سؤال، يعني بعيدا عن هذه المحاضرة وبعيدا عن هذا اللقاء، يعني دعني أتحدث عن جزئية مهمة نعيشها في ليبيا من 2011 تحديدا، ممكن تكون ما قبل 2011 ولكن زادت بعد ذلك. عملية غياب المحاسبة، عملية غياب الرادع، العديد من الوزراء والمسؤولين التي تم اتهامهم بشكل مباشر بعمليات اختلاس، عمليات فساد، ولكن نجد هذا المسؤول تنتهي مدته ويطلع خارج ليبيا في ليلة وضحاها ويتذكر هذا الملف، غياب الرادع. وفي نفس الوقت عملية الوعي لدى المواطن هنا، هل غياب الرادع في مكافحة الفساد في ليبيا هو ما جعل هذا الفساد يستشرق في المجتمع وخاصة في الجهات المسؤولة؟ هو لو كان هناك متسع من الوقت كنا تحدثنا عن العناصر الستة في أدوات التغيير المؤسسي أو في مدخل الإصلاح المؤسسي، ومنها عنصر المساءلة العامة، public accountability أو المحاسبة العامة. وهذا أجريت فيه بحث طويل جدا في سنة 2017 في مؤتمر مكافحة الفساد في الإدارة الحكومية الليبية، نظمته جامعة بني غازي مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية. أنت ذكرت نقطة جيدة جدا عجبتني لما تحدثت عليه، أنه هو قديم الموضوع. هو فعلا قديم، المساءلة في عهد مثلا الجماهيرية العهد السابق كانت ضعيفة يعني وانتقائية، very selective، يعني كان مؤتمر الشعب العام مثلا وبعض المؤسسات واللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية وتفتيش غيرها كانت تسائل من تريد وتحاسب من تريد وتغمض عيونها عن من لا تريد. لما فحصنا هذا المكون عن طريق اللي هو التحليل الكيفي المعمق للوثائق والخطابات السياسية والإدارية وبعض الوثائق، انتقلنا إلى المرحلة الانتقالية، وجدنا المساءلة أكثر ضعفا في المرحلة الانتقالية أو بنفس الدرجة من الضعف، لكن المساءلة في المرحلة الانتقالية فيها بس ميزة كويسة أن المجتمع يتكلم. المجتمع في الفترة اللي سبقتها كان مقموع شوية، يعني لا يتحدث بحكم سطوة الدولة آنذاك، لكن فيما بعد ذلك في فترة 2012 وأطلع فوق المجتمع يتكلم، لكن اللي هو state presence أو حضور الدولة كان جدا جدا يعني ضعيف. أنا بس سامحني أستاذ، نعم، أحب نشير إلى نقطة تفضل تعطي مثلا عن انتقائية الدولة في موضوع المساءلة. في أعتقد في سنة 2008 أو في سنة 2009 وأنا كنت متتبع لهذا الأمر في جامعة بنغازي، جامعة قريونس،
أنشأت الدولة ما يعرف بجهاز المراجعة المالية. جهاز المراجعة المالية أنشئ بموجب القانون رقم 5، أنشأه مؤتمر الشعب العام وأعطيت له الصلاحيات، وكان من ضمن المواد اللي فيها أعتقد مادة 3 أو 4 مش متذكر، تتحدث عن ضرورة أن تقفل الدولة حسابها الختامي في الوقت المحدد. حساب نعم. الختامي هذا هو التي اللي يوريك مصروفات وإيرادات الدولة الليبية. الدولة الليبية من سنوات طويلة لم تقفل حسابها الختامي اللي يبين هذه المصروفات والإيرادات وغيرها، والحساب الختامي هذا هو اللي حيبين لك وين نحن نعم. من موضوع الفساد وهدر المال العام وغيره. أعتقد الدولة حاولت أنها تقفله، نعم. لكن في السنوات اللي هي 2014 و2015، نعم. لكن في ظل تعارض الحكومات وانقسامها في مشكلة كبيرة. أعتقد أنهم من الضروري بمكان أن يعود جهاز المراجعة المالية للدولة الليبية، ويجب تفعيل هذه الآلية. ولكن أنا أسأل سؤال فعلا والإخوان، هل الدولة الليبية قادرة إذا ما أنشأت جهاز المراجعة المالية أن تقدم مساءلة حقيقية وتقدم حسابا ختاميا منضبطا وتحاسب الفراغات والفجوات في هذا الحساب الختامي؟ انا نجاوبك من تو ونقول لك لا. محير جدا جدا جدا. لا لا, لا, لا. نجاوبك ونقول لك لا. والله يا دكتور صدقني. نعم، حتى انا ممكن اقول معك لا، لكن في يوم من الايام انا ديما نقول فيها التاريخ ما يجيش عند ليبيا ويدير لفه طبعا طبعا يعدي للدول الاخرى، لابد التاريخ حيزور ليبيا في الاصلاح الاداري والمؤسسي في يوم من الايام، وما يديرش اللفه او الكورف هذه ويسيبها، لا، لابد حيزورها ويصير اصلاح، ولابد ان تكون هناك نخبه حكوميه مؤهله تقر معايير الحكم الرشيد اسسه الاصلاح المؤسسي لتنتقل الدوله من هذه الفوضى ان شاء الله، حتى بالتدريج ان شاء الله حتى يعني. بالتدريج في الاصلاح الاداري والمؤسسي واتمنى حتى دكتور انس ان احنا حتى في الحلقات نجيب ناس مؤهلين لهذا الامر. نعم، اتمنى حتى في الحلقات القادمه دكتور انس بعيره ان نفتح مساحه اكثر للحديث عن الفساد. اليوم المساحه كانت بخصوص اللقاء اللي صار والمحاضره اللي صارت برعايه مجمع ليبيا للدراسات المتقدمه، فاتمنى ان يكون هناك حلقه نتخصص فيها عن مكافحه الفساد ونتحدث فيها عن اليات مكافحه الفساد في ليبيا. دكتور انس بعيره مدير مركز الاداره العامه والتطوير المؤسسي بجامعه بنغازي، شكرا جزيلا لوجودك معي.